لا ذنب بعد الكفر، هل هذا حديث يا فضيلة الشيخ أم ليس بحديث؟ وما معناه؟ وهل يعني يا فضيلة الشيخ أن في يوم القيامة الكافر الذي قتل نفسا بغير حق كالكافر الذي لم يقتل أحدا؟ جزاكم الله خيرا. لا ذنب بعد الكفر، هذا من كلام بعض أهل العلم، ومعناه أن الكفر هو أعظم الذنوب. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالكفر هو أعظم الذنوب، فقولهم لا كفر، لا ذنب بعد الكفر، يعني لا ذنب أعظم من الكفر والعياذ بالله. وأما أن الكافر يوم القيامة يعذب عذابا زائدا على تعذيب الكفر بما يفعل من الكبائر الأخرى، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنه يعذب على الكفر، ويدخل في الكفر كل ذنب وكل مصيبة وكل معصية. والقول الثاني أنه يعذب على فروع الشريعة عذابا زائدا على الكفر، زيادة في تعذيبه. والله أعلم. نعم.